علاقات تحتضن الجميع شاملة في التعاون والشراكة. الدبلوماسية السعودية تجمع المتناقضات في اتصالاتها الدولية، وهو نهج متبع يقوم على جعل المصلحة الوطنية أولاً والرهان على المقدرات والأهمية التي تجعل الرياض مطمعاً لكل العواصم. خلال هذا الأسبوع اتضح جانب جمع الرياض للمتنقضات الدولية. في مطلع الأسبوع التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، وبحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين. الاتفاقيات تعمل لجعل العلاقة بين السعودية وأمريكا أكثر قوة وصلابة وترابط، وتضمن نقلها إلى أعلى مستوى من التعاون الثنائي والاستفادة من مقومات كلا البلدين. هذا السعي السعودي الأمريكي لم يؤثر على سعي آخر عندما احتضنت بكين وفدا سعوديا برئاسة وزير المالية في الاجتماع للجنة الفرعية المالية التابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى. وفي تأكيد على أهمية العلاقة الصينية السعودية، شدد وزير المالية محمد الجدعان على أن الصين شريك في التحول الاقتصادي القائم في السعودية في ظل رؤية 2030 والفرص الوفيرة للنمو. وما بين أمريكا والصين وتنافسهم المحموم، وضعت المملكة نهجا جديدا في العلاقات الدولية، بينت خلاله أن التعاون مع طرف لا يعني الاستغناء عن آخر، وأكدت أن الترابط إذا كان على بنيان صلب فهو يتسع للجميع. انضم إلينا من الدمام الكاتب والباحث السياسي خالد النزر. أستاذ خالد، أهلا بك معنا في هنا الرياض عبر الإخبارية. بعد يومين من لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمستشار الأمن القومي الأمريكي، والتأكيد بين الرياض وواشنطن أنهم اقترب من صيغة اتفاق شبه نهائي، اتفاقيات استراتيجية شبه نهائية، يعني بعد يومين من ذلك وزير المالية أيضا محمد الجدعان يصرح أن الصين شريك في التحول الاقتصادي القائم في السعودية. وبالتالي أستاذ خالد، كيف تمكنت الرياض من الموازنة بين علاقاتها ما بين واشنطن وبكين؟ أسعد الله مساءك أستاذ خالد ومشاهدي الإخبارية. الحقيقة أن المملكة انتهجت استراتيجية الاعتدال، خلق فضاء من التوازن بين شركائها، تبني خطاب المرونة، إعلاء شأن المصالح، تنويع الحلفاء على المستوى الدولي، وخصوصا مع الدول الكبرى طبعا وعلى رأسهم الولايات المتحدة والصين. كذلك نجد مع موسكو، نجد مع سيول، نجد مع الهند، بطبيعة الحال مع باكستان وغيرها من الدول. طبعا ذلك كله في ظل التوافقات التي سعت لها الرياض من خلالها لتعزيز علاقاتها في جميع الاتجاهات. طبعا هذه الاستراتيجية أصبحت بمثابة استراتيجية وطنية في المملكة الحقيقة، يعني تسعى من خلالها أيضا لتقليل التوترات الإقليمية والأضرار التي تلحق بمصالحها، توظيف أكبر الإمكانات الاقتصادية في الشرق الأوسط للحفاظ على مكانة المملكة الطبيعية في الإقليم والعالم. فالعلاقات السعودية الصينية على سبيل المثال تنامت بشكل ملفت خلال السنوات القليلة الماضية، وتوجه المملكة نحو الشرق أيضا كان حذرا من الإخلال بعلاقاتها الاستراتيجية الأخرى مع دول الغرب، رغبة منها في تنويع التحالفات الاستراتيجية وتحقيق أيضا التوازن بما يحقق المصالح الوطنية. أي نوع من الحذر يعني تشير إليه أستاذ خالد فيما يتعلق بالاتجاه شرقا،
خصوصا أنك أيضا ذكرت يعني دول أخرى تم تعزيز العلاقات معها اقتصاديا بشكل أساسي كموسكو وباكستان والهند وغيرها. نعم طبعا الحذر المقصود به هنا أن المملكة لديها علاقات استراتيجية قديمة مع دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا كما نعلم دول الاتحاد الأوروبي علاقات قديمة عريقة. هناك موضوع التسليح، هناك مواضيع أخرى متعلقة بالصناعات وما شابه، فكانت المملكة حذرة من هذا الانفتاح على الشرق بحيث أن لا تفرط أيضا بهذه العلاقات الاستراتيجية مع الدول الغربية، لأن من مصلحة المملكة توثيق هذه العلاقات الاستراتيجية مع الدول الفاعلة على المستوى الدولي ذات الثقل في الاقتصاد العالمي، خصوصا أن العلاقات الأحادية أستاذ خالد لا تخلو من المخاطر، وإن اكتسبت القوة والبعد التاريخي في تغير المصالح وتعديل السياسات الدولية قد تحدث انقلابا سريعا في العلاقات المشتركة ما ينعكس سلبا على المصالح الوطنية. لذلك كانت المملكة كما ذكرنا ملتفتة لهذه النقطة تماما. جميل. طيب فكرة أن العالم أصبح متعدد الأقطاب أستاذ خالد، يعني كيف تفرض السعودية نفسها الآن في ظل هذا العالم متعدد الأقطاب الجديد كقوة متوسطة لها الحق في التعامل مع كوكبة متغيرة من الشركاء إن صح التعبير؟ طبعا يعني من يلاحظ سياسة المملكة الخارجية خصوصا في السنوات الأخيرة يرصد تحولها في الخطوة السريعة، يعني أصبحت سياسة المملكة اليوم ديناميكية وأكثر رشاقة مع الالتزام أيضا بالثوابت والمرتكزات التي أسست عليه. لذلك نجد على سبيل المثال المملكة تحولت إلى قبلة لزيارة العديد من الرؤساء خلال يعني السنوات القليلة الماضية، ربما وصل إلى 150 من رؤساء الدول والحكومات، في مقابل أيضا زيارات رسمية لخادم الحرمين وولي العهد مختلف الدول المهمة والفاعلة على المسرح الدولي. هذا كله يعني يؤكد التوظيف المتناسق بين عناصر القوة السعودية الناعمة والصلبة في تناغم فريد، وأيضا تخطيط المملكة لمستقبلها ورؤيتها لموقعها خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال رسم معالم رؤية 2030. نعم يعني توصيف لافت أستاذ خالد أشرت إليه فيما يتعلق بالديناميكية والرشاقة في السياسة السعودية، يعني حينما وسعت نفوذها السعودية اقتصاديا ودبلوماسيا وسياسيا لم يكن من خلال يعني النفوذ العسكري وإنما من خلال القوة الناعمة، كيف يعني انتهجت السعودية ذلك باختصار إذا سمحت؟ نعم طبعا استراتيجية التوازن في السياسات بين الحلفاء والشركاء عززها سمو ولي العهد بإطلاقه رؤية 2030 التي ركزت على تنويع مصادر الاقتصاد والدخل، الاعتماد على الاستثمارات كمحرك رئيسي للنمو، خلق الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية المحققة للاستدامة والموثوقية. فأصبحت علاقات المملكة الاستراتيجية تبنى على شراكات اقتصادية وثيقة ذات استدامة ذات موثوقية عالية. نعم. وهذا أعطى المملكة قدرة كبيرة على استثمار مقوماتها من جهة وتحالفاتها المتوازنة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية والأمنية. أنا أشكرك من الدمام الكاتب والباحث السياسي الأستاذ خالد النزر، شكرا جزيلا لك.